السلام عليكم ورحمه الله وبركاته معاكم اخوكم حسام من قناه عالم تروح الاليفه باذن الله يا جماعه الفيديو بتاعنا النهارده عن تكرير سوق الجمعه السيده عائشه بتاريخ 30 يوليو 2021 باذن الله يا جماعه هنتكلم النهارده في الفيديو عن جميع اسعار الطيور بجميع انواعها باذن الله ب... بس قبل اي حاجه ما تنسوش الدعم والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس والضغط على زر اللايك اتمنى من الناس انها توصل الفيديو ده من 50 لايك لو استفاد باي معلومه من الفيديو ما ينساش يدعمنا بلايك إيه لو استفدت اي معلومه وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس وخلونا ندخل في الفيديو عشان ما تقولش عليكم الزبرة يا جماعة كان تداول سبعين زغليل والشغال كان بيتداول برضو ما بين الناس من تسعين لمية ده الزبرة الزبرة الاورنج كان يتداول الشغال مية واربعين الزبرة المدبوح كان بيتداول الشغال ميتين وخمسين طيب دلوقتي هندخل على الجولدن فينش جولدن فينش كان فيه منه جوزين في السوق كان بيتكلم في 1600 جوز طيب دلوقتي هندخل على الحسون الحسون يا جماعه كان بيعمل 700 جنيه وما كانش فيه منه برضو الا تقريبا جوز او اتنين الحسون كان الشغال بيعمل 700 تمام الكناري الكناري الزغليل الاصفر العادي خالص الزغليل ب 400 تداول برضو وشغال 600 ده الاصفر اللي, اللي عندي خالص اضعف مستويات الكناريه دلوقتي الجاوه الحبشي كان بيتلم قصدي كان بيتداول من 300 ل 350 والابيض كان بيتداول 350 طيب دلوقتي يا جماعه خلينا ندخل في الروز الروز جرين نيرد فيس تداول كان بيتداول الغليل 200 وشغال 300 الروز العين الحمراء اللاتيني كان بيتداول 300 والشغال 400 الروز الالبينو كان بيتداول زغاليل 200 زغاليل 700 والشغال 1200 الزغاليل 700 الالبينو والشغال 1200 الاوبلاين اورنج كان برضه الزغاليل بتداول منه 700 والشغال من 1200 ل 1300 ده طبعا الروز ده اهم يعني اهم اه اه تصنيفات في الروز الفشر الفشر ذهبيات اللي هو العادي خالص كان بزغليل تداول منه 200 والشغال كان ب 300 الفشر اللاتيني اه تداول 400 ل 450 الشغال 650 ل 750 طبعا زي ما قلت لكم التجار عايزه تقرص زي ما تقول عايزه تقرص الهاوي دلوقتي خلينا ندخل في الكوكتيل الكورتيل اللاتيني الزغاليل منه لم المرادي لم مش تداول كان بيلموا الزغاليل على 350 والشبابات الناشفة كان بيلموها برضو من 350 ل 380 والشغال تداول كان بيعمل 500 الايزابيل الزغاليل كان بتتداول ما بين 250 ل 270 الايزابيل الشغال تداول من 350 ده الشغال الحبشي تداول 150 زغليل الشغال 250 300 تداول ده الحبشي المصبع 250 تداول زغليل المصبع الشغال تداول 350 الوايت فيس كورتيل زغليل 250 الشغال تداول 500 550 الالبين كورتيل زغليل تداول 100 قصدي 1000 اسف الالبينو كورتيل شغال تداول 1800 ل 2000 تمام الايزابيل الفرنساوي زغليل تداول 400 ل 450 الايزابيل الفرنساوي الشغال تداول 600 تمام دلوقتي هندخل على الاسترالي طيب اللمة على الاسترالي يا جماعه الاسترالي العبايد كان بيبدا من 50 ل 60 واللم عليه كان قليل ما كانش فيه لم برضو كتير ما كانتش إيه لم التجار ما كانش كتير إيه والاسترالي العين الحمراء او اللاتينو إيه او الالبينو والكريمي إيه كان بيتلم برضو من إيه 70 ل 80 برضو اللم كان بسيط جدا فيه إيه انما تداول كانت الاسعار بتبدا من اول إيه 75 ل 80 ده بالنسبه للاسترالي العوائد الزغاليل والشبابات انما الكبير كان كان بيتداول ما بين 100 ل 120 ده بالنسبه للاسترالي اللي العوائد واللاتيني كمان كان بيتداول من 100 ل 120 دلوقتي هندخل على الفالو والاسوند لنفس الاسعار الزغاليل 120 الشغال 150 وال ده طبعا يا جماعه تداول والجولدن فيهم كان بيعمل 200 شغال طبعا دلوقتي هندخل على الريمبو الريمبو يا جماعه الزغليل اقل مستوى فين كان بيعمل 400 في السوق الريمبو اقل مستوى 400 زغليل الشغال اقل مستوى كان بيعمل 600 في طبعا دي اقل حاجات في حاجات طبعا بتوصل لـ 1500 و2000 وارتر كمان ده بالنسبه للريمبو الانصاص كان بتعمل اه 250 زغاليل والشغال 400 طبعا ده اقل حاجه على حسب الحجم والتكشيرة الانصاص تمام بعد كده هندخل على الفولل الفولل العاديه العوائد 250 زغاليل اه والشغال بتبدا من 300 على حسب المستوى الفلل اللاتيني الاسوينج، اللاتيني والاسوينج كانوا بيعملوا الشغال فيهم كان بيعمل 700 والزغاليل اللاتيني كانت بتعمل 400 ل 500، دي طبعا زغاليل لاتيني فلل. دلوقتي هندخل على البلاك وينج، البلاك وينج الحته الخضراء الحته الواحده بس الخضراء كانت بتعمل 1500، الحته الزرقاء بتعمل 4000. ده بالنسبه للبلاك وينج، خلينا ندخل كده على <hesitation> اسعار المينا، المينا كانت بتعمل 400 ايه وده المينا الزغاليل ال ايه 500 ل 550 شغال مينا اليمام الماسي كان بيعمل 350 الدرة الهندي كانت بتعمل الزغاليل ايه الروز الزغاليل كان بيعمل 2500 القص شغال كان بيعمل 3500 الدرة الامريكي 13000 ثابت على طول على السعر ده دلوقتي هندخل على السلاحف السلاحف ايه 180 في منها بيعمل 180 وفي منها بيعمل 300 الهامستر كانت بتعمل 40 ل دلوقتي هندخل على اسعار اكل العصافير البلكم والفلارس والدنيبه دلوقتي الدنيبه كانت بتعمل 9 جنيه الدنيبه المغربله كانت بتعمل 10 جنيه الدنيبه الرومي كانت بتعمل 16 جنيه البلكم بيعمل تسعة جنيه البلكم بلدي البلكم مغربل مستورد الفلارس كانت بتعمل 19 جنيه اللب كان بيعمل من 12 ل 16 السيبيا كانت بتعمل من 50 ل 60 دلوقتي هندخل على العشوش العش للكورتيل 25 عشان ليزي 20 فشر 20 وبكده يا جماعه الخير يكون الفيديو بتاعنا خلص النهارده اتمنى منكم الدعم والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس اتمنى منكم يا جماعه انكم توصلوا الفيديو ده ل لايك او 100 لايك زي ما انتم حابين بس اللي استفاد باي معلومه ما, ما ينساش يضغط زر اللايك دعما لينا إيه وطبعا يا جماعه بالنسبه برضو لحكايه التجار دول يعني تمسكوا بالاسعار شويه يا جماعه وباذن الله الاسعار هترتفع تاني وهتثبت باذن الله كده يكون الفيديو بتاعنا خلص النهارده متنسوش الدعم وبإذن الله نشوفكم فى فيديو جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته